السياخ اللحم لهذا اليوم راح تكون وجبتي الرئيسية الأساسية، شلون أقدر أسوي لحم يخبل ويكون أنا مطبوخ وهذا ومتبل وحبشكلات والأشياء واللطيفة اللي راح تكون موجودة أكيد في تغليف كل هذا اللحم. لذلك اليوم اللحم راح يكون يعني مخمر أو متبل بطريقة كلش حلوة، راح أقدم وياه فريكة أو برغل أو حتى تمن. المقادير مالته كلش سهلة بسيطة وأذن سريعة، اللي يحب إنه يكتب مقادير اللحم لهذا اليوم بتخميرة جديدة حلوة من ألف عافية. يلا خلينا نشوف المقادير يا عيوني يا عيوني وسنوني. لحم حبل ظهر بكيفكم يعني، لحم غنم المهم، ليمون حامض، وإذا عجل لازم تنقعه بكيوي وخل، بصل، طماطة، فلفل، ملح، كمون، فلفل أسود، وشوية دارسين طبعا، نومي بصرة، وزبد، زيت الزيتون، وأفريكا. تقريبا هذه المواد اللي ذكرناها. نومي بصرة، نومي عيني دنومي. راح يكون في عندنا هنا طبعا اضافات بسيطه جدا حتى يكون في عندك عندك نكهه كلش طيبه للحم، وايضا تكون نكهته لطيفه وايضا سعيده. زين هسه شو اسوي؟ انا راح اجي اللحم، شوف اللحم هنا انا مشرحه تشريح كامل بهذا الشكل، فاخلي هني كله ماكو عندنا شيء، كله راح اضيفه هنا. اخذ اللحم، ايوه خلينا اللحم هنا. احلى شيء لما تخمروه بتخميره حلوه، خلي اجيب خاشوقه، هاي دائما انا، هاي دائما انا انسى الخاشوقه هنا وعفوا وارجع مره ثانيه اجيب خاشوقه. شو اسوي هنا؟ في عندي مجموعه حلوه من المواد اللي ممكن اضيفها الان. راح اخلي هنا شويه زيت الزيتون حلوين ومقزقزين، راح اضيف هنا شويه ملح حلوين، راح اضيف ايضا هنا شنو عليها؟ نومي بصره، نعم نومي بصره مطحونه، فلفل اسود يا خلدون، فلفل اسود بعد فلفل اسود، واخلي شويه من الكمون ايضا يا خلدون. راح اخذ تقريبا حبه كامله، حبه كبيره ليمونه، ليمونك يا ليمون، راح اخذ شويه ليمونه من هنا، ليمونه من هنا، اخذ ليمونه هيك اخليه هنا ما شاء الله، اخذ ليمونه هنا، اخذ ليمونه، عيوني عيوني عصرني يا عيني عصرني، الله تعالي هيجي هسه انا غير جايب معصاره شكل نواي وقاتي. ناخذ نص ثاني، نص ثانيه، لاحظ هنا نفس الموضوع، اضيف مقدار ليمونه كامله على اللحم، اللحم يحب هاي السوالف، بس انا ما راح اخلي له يعني ما راح اخلي له خال واخلي له هاي الاشياء كلها. ورا ما ضفت هنا لهذه الاضافه الجميله، شوف الاشياء اللي ممكن تضاف هي بسيطه جدا لكن نكهتها تكون كلش قويه. خرافيه، شو راح اضيف له هنا؟ راح اضيف له خلدون، شويه من بشاره الليمون الحامض. حلو 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 حلو. ورا شو راح اسوي هنا؟ راح اخلي ثوم، الله الله على التخميره هاي يا خلدون، الله خليت لها زيت زيتون، جيمي خلينا زيت زيتون، بعد شويه زيت الزيتون، خلينا ملح يا جيمي، خلينا ملح، متاكد خليت ملح؟ هسه راح اخلي له ملح اخر شيء، خليت ملح انا اتذكر خليت ملح. بعدين اضيف هذه الاضافات كلها مع بعضها. هسه شنو مساج؟ مساج انا اخمر اللحم بهاي التخميره اللي تخبل فوق الرائعه جدا، فوق الرائعه انا تتخمر اللحمه على الاخير بالكامل هيجي وتتخلى. بعد شوي زيت الزيتون، بعد شوي زيت الزيتون، بعد شوي زيت الزيتون، زيت الزيتون مهم جدا. هنا الاجانب شو يخلوا لها؟ الاجانب يخلوا لها روزماري كيل الجبل. احنا نخلي نومي بصره. ممكن اذا كان متوفر روزماري ممكن الاجانب يخلون روزماري، يخلون كيل الجبل، روزماري، كيل الجبل. كيل الجبل يا برنس، احنا شو نخلي نومي بصره يا دارسين؟ زين
الله نكات هاي الشرقية الحلوة هاي الأصيلة اللطيفة. هسا شنو أخذ تاختة كبيرة بس كل ما يوقع شيء. نخلي هذا الموضوع هنا. تعال يمي. هسا شنو هسا المرحلة الثانية هي مرحلة القلي. مرحلة الشوي أو مرحلة القلي. ذا عندنا هاي الطاوة، هاي الطاوة شنو اختصاصها؟ هاي الطاوة اختصاصها لحوم. دجاج، لحوم، سمك، زين؟ هاي اختصاصها هاي الطاوة. ايوه. الله 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 الله. راح ناخذ شياش واخلي واحدة هيك. خلي واحدة هيك. اخذ الثانية ايضا خلي. شوفوا هنا شلون سويتها؟ سويها هيك. ونخلي ايضا واحدة هيك. خلي هاي هيك. هاي هيك. هاي هيك. هاي هيك. هاي هيك. ويلي عيني. اخذ ثاني نفس الموضوع. هيكي وهيكي. ممكن تخلونها لي. ممكن تخلونها لي. شوفوا شلون صارت؟ صار عندك هيك. ناخذ ثاني نفس الموضوع، بسم الله. هاي واحدة. الله ويلي هاي مليانة نومي بصرة عيني. نومي دنومي. خمرها زين، وزع الحبشكلات كل زين. مليانة مليانة نومي بصرة. اخلي شوية لحماية هنا ايضا. اخلي هنا شوية لحماية. شوفوها كلش خفيفة، كلش خفيفة. هسه ايش راح اسوي؟ راح اجي اخذ الشيش هيج هيج، بعدين هيج هيج هيج. طلعي منها، طلعي طلعي بعد. هاي اثنين نفس الموضوع هنا. اسئله هذه هاي مكسرة وكل شوية جايتني. هاي مكسرة باي بايز. هيج بعدين هيج. يلا 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 على السريع. يلا يلا يا معود. يلا لاحظ هنا هذه نفس الموضوع. نرجع لاحظ. لا تاخذ كلوزة. هذا الموضوع مهم جدا هذا، ها؟ انه تصير مثل دا تخيط. شلون تخيطها؟ شوفوا صير هيجي. شوفوا هسه ايش راح اسوي هنا. ايضا راح اضيف شويه زيت هنا. هنا شويه زيت لاحظ، واخليه على النار. نقول بسم الله. هلا 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 هلا. شويني يا عيني شويني. نرجع هناك نخليه على الطاوله نشوي. نبلش نشوي السياخ اللحم لهذا اليوم بطريقه لطيفه جدا. الطعم مميز جدا، النكهه راح تكون مميزه بعد اطيب. شوفوا هنا شرائح اللحم تصير عندك بهذا الشكل. ايضا تاخذ هذه نفس الموضوع، ايضا تخليها هيك. ايش تسوي هنا؟ ناخذ شيش مرتب معدل. لاحظ هنا اضيفه بهذا الشكل. طبعا تعليقاتكم نقراها. شكرا لكل من دا يعلق تعليقات اللطيفه الجميله، وممكن اكيد ارسال كل تعليقاتكم على الصفحه. شوفوا شلون يصير؟ يصير هيك. بسم الله بسم الله. خلي قطعه ثاني نفس الشيء. شوفوا هناك الشكل، شوفوا الجمال اللي راح يصير هناك. اللطافه بالطعم وايضا بالنكهه. اخلي هذه هيك، صفطهم واحده فوق الثانيه هيك. اجي ابلش اسوي الشيش. الشيش اسويه بهذا الشكل. بعد تخميره تطلع منه ومنا. شوفوا الله. شوفوا شلون صارت. هاي هي الصفه. خلينا نشوف هنا قطع اللحم. خبل هذا الستيك، جربوها طريقه كلش حلوه. ايضا مقادير راح تكون لطيفه جدا. يا سلام سلم. اخذ قطعه لخ لحم. دلعني باللحم يا خلدون دلعني. خليها واحده فوق الثانيه. خلي واحده فوق الثانيه. هاي قلت لكم عليها بها وين بصره. خليها هيك.
ويلي اللي هيك شوف هناك. لا تنسوني لا تنسوني اهم شيء الطاوه، لان طاوه بها النكهات كلها يعني، بها الستيك او الشايف هذه حلوه. اخذ اخر مجموعه اخر جروب، اخلي اخر شيء هنا هذا بهذا الشكل، اخذه اصفط عليه اللحم كله، ما عندنا شيء يعني كله لازم نطبخه، بس شنو نخليهم عفوا بالتساوي. نكهه الفلفل الاسود نكهه قويه جدا وايضا كلش طيبه. ايش راح اسوي هنا؟ نفس الموضوع، تقدرون يعني تشوها على الفحم يا جماعه الخير، على الفحم ممكن، وممكن على النار. على النار يا عيني، على النار، على النار يا جمالك، على النار. ممكن بالفرن طبيعي جدا، تتخمر وتخلى بالفرن واخر دلع. صارت عندي، صارت عندي جاهزات، شاشتنا جاهزات زين. اذا رحت المطعم سوي نفس الموضوع، يكون عندك اكيد ولا ارون عندك. قلبني يا عيني قلبني بقى الشكل مالته شلون صار. لا الا يخبل، الا يجنن، الا يخبل. راح اجي اخذ الشاشه نخليها على صفحه هنا. أنا دلعني يا جيمي، دلعني دلعني يا بدلعني. اخر دلع لا انا نشوي على راحتنا، طالعين سفره يابا، نشوي على راحتنا. شوفوا شلون صارت. الله يا جمالك يا جمالك يا جمالك. احلى ستيك، احلى ستيك، احلى لحم بالاسياخ او سياخ اللحم. شقف شقف شويه شقف لحم. هنا انا شو راح اسوي؟ هنا راح اسوي الفريكه، ايضا الفريكه راح اسوي بطريقه حلوه مثل البرغل، الفريكه مثل البرغل. لكن الفريكه واحد والحبيه واحد. هذه الفريكه طبختها لازم بالهداوه. تقدر تخلي طعم ونكهة كلش طيب. لذلك راح اضيف هنا، راح اضيف اول شيء زيت الزيتون يا خلدون، راح اخلي لها شويه من النوم البصره. وراح اخذ شويه ثوم، راح اخلي هاي وحده وهاي الثانيه. اريد اعطي نكهه طيبه للحم، شو اسوي؟ راح اخلي ثوم هنا، احمص الثوم وياه، اشيل هذن اللي ما احتاجهم. نكهة الليمون ايضا نكهة كلش حلوة. الله يلا وخر من الطباخ وخر. يلا هنا أنا شوفوا، هنا أنا انتظر لحد ما يصير عندك الزيت ساخن. حمصت انا، ايش حمصت؟ يلا قول ايش حمصت، يلا ايش حمصت؟ حمصت النوم بصرة وحمصت شوية الثوم. هاي وين؟ هاي بالافريكا، هاي بالافريكا. انا الحلقه برعايه الدخان، ودا اسوي ساعه دا احمص الثوم ايضا وياه. بقى انا الله 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 الله، راح اخلي هنا شنو؟ بصل احمر اخر دلع، وفلفل، فلفل اخضر عادي. هسه ايش خليت؟ خليت بصل احمر وخليت خليت بصل احمر وخليت فلفل اخضر. مهم مهم يا عيني مهم، ايوه كده مهم. ايش راح اسوي؟ انا راح اقلبهم مع بعضهم البعض، نحمسهم يعني بمعنى نحمسهم. هيك نحمسهم مع شويه الثوم الحلوين ومقصقصين. هسه انا اريد شويه صوص. راح اجي اخذ طماطه. ملحني يا جيمي، ملحني يا جيمي. احمس المواد هذه مع بعض البعض بهالطريقه هذه حتى اسوي صلصه تخبل للفريكه. الفريكه ما اطبخها طبخه عاديه، مستحيل. لا مو بس مستحيل، لا بستحيل ايضا. احمسهم شويه مع بعضهم حتى ارجع اشتغلهم. شوفوا لي هنا الموضوع. الله الله، لا لا الموضوع هناك يخبل. خبل. شو اسوي هنا؟ اجي اخذ هذه القطعه الخشب. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا الا تخبل هنا. شوف 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 شوف، نجي نشوي على راحتنا.
ما عندنا شيء نشويهم بالهداوه يا حبيبي بالهداوه. اشويهم خليهم على النار هسه راح تكون مستويه تخبط. هنا الفريكه شويه مي، هذا قلاص مي واحد وهذا الثاني تمام. شو راح اسوي هنا؟ اسوي شغله حلوه ورا ما اشوف ان اللون اتحمصت. ايوه اضيف المي هنا، اضيف بعد شويه مي هنا. ليش انا ضفت المي هنا؟ حتى شنو؟ حتى احصل على هذا الصوص. هنا شو راح اسوي؟ دلعني ليمون، دلعني ليمون. شوفوا هنا شلون صارت هسه. اولي شوفوا الليمون شلون يعطيني، يعطيني طعم ونكهه كلش طيبين. اخلي واحده ثانيه حتى كل شوي اعصر الليمون عليها، وحتى شنو على راحته نشويها على راحته حتى تستوي. هنا لازم الصوص، الصلصه هنا تصير كلش مهمه، صلصه خاصه بالافريكه. فلحد الغليان شوفوا هذه شلون كانت، شوفوا هنا شلون صارت، اكو فرق. باع الصوص، باع باع باع. اويلي رجعها على النار ونشويها على راحتها. هنا انا عندي درجه حراره عاليه كلش هوايه، راح ابلش انه اسوي الفريكه. لازم انتظرها لحد ما انه تغلي. تغلي الصلصه، انه اغلي او اغلي الصلصه يلا بعدين يكون عندك تمام التمام. شويني يا عيني، شويني يا عيني، شويني شويني يا با شويني. خلي واحدة تلوخ، خلي واحدة تلوخ. شوفوا هنا قطع اللحم فول سعادة، فول سعادة وكلش بسيطة ابدا مو صعبة. هذا الثوم اللي انا خاله، هذا الثوم هذا الخالة هاني كلش مهم انه حتى يكون عندك نكهة كلش طيبة. هنا انا غليان المي صار، غلى المي اضيف الفريكة مغسولة طبعا ومنقوعة. فريكة فريكة واطبخها الفريكة بمي كامل من هذه المواد. يا سلام سلم، يا سلام سلم. شو اسوي الثاني؟ راح اخلي له شوية مي، شوية مي بعد بس على قد القياس. خلاص طبقها واتركها لحد ما تتهدر. شوفوا الان شلون صارت هذه. يا سلام سلم، يا سلام سلم. الطعام يكون مميز جدا، احلى شيء الطعم مالته يكون طعم مميز وايضا نكهته مميزه. هذه الطبخه اللي قدرت اسويها لهذا اليوم احبه المشاهدين. مثل ما شفتوا هذا اللحم يكون مشيش بهالطريقه هذه تمام، وراها اخليها على الطاوه. من بين ما انا اخليها على الطاوه انه اشويها بالكامل تذكيرا بمقادير الاكل اليوم. يلا نذكر بالمقادير، شوفوا شلون صارت. لحم حبل ظهر او لحم عادي لكن شرائح كلش ناعمه حتى تدخل بالسيخ. ليمون حامض، بصل، طماطة ايضا، ملح، كمون، فلفل اسود وداسين، نومي عيني نومي نوم بصرة، وشوية ثوم، زبدة وزيت زيتون وفريكة ايضا. يا سلام سلم. كل شوية خليها الليمون حتى تكون حامضة طيبة ومطبوخة بالصورة الصحيحة.